السلام عليكم. أود بداية أن أعبر لمعالي أنا ليليا ريفيرا رئيسة مجلس الشيوخ ولأعضاء مجلس الشيوخ للولايات المتحدة المكسيكية عن سرورنا وتقديرنا الكبير لدعوتكم الكريمة لنا للمشاركة معكم ومع الشعب المكسيكي الصديق في الاحتفال بمرور 200 سنة على تأسيس مجلسكم الموقر وما تحمله هذه الدعوة من تأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي. وبمناسبة مشاركتنا معكم هذه الاحتفالية الكبيرة، يسعدنا أن نعبر لكم عن إعجابنا وتقديرنا للخطوات التي حققها الشعب المكسيكي الصديق في بناء تجربته الديمقراطية والارتقاء بها على نحو يعكس عراقة بلادكم وتراثها القومي، كما تؤكد مشاركتنا هذه على القواسم الإنسانية والحضارية والثقافية التي تجمع بيننا والتي تجعلنا دوما فخورين بعلاقاتنا مع مجلسكم الموقر وبما وصلت إليه هذه العلاقة من مستويات متميزة، كما إننا حريصون عليها لتزيدنا ارتباطا مع الشعب المكسيكي الصديق الذي نكن له ولتجربته الديمقراطية كل التقدير والاحترام. وفي الختام لكم مني ومن المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أرق التمنيات بالمزيد من التقدم والرفاهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.